بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين، وحشتوني. جايلكم النهارده في فيديو جديد، وصفه جديده، يا رب ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. الوصفه النهارده بتاعتي بتعالج مشكله بتقابل البنات كتير جدا، وهي اسمرار الاماكن الحساسه، وبالاخص منطقه تحت الابط. ناس كتيره قوي بتعاني منها، وبنات كتيره بتعاني منها، فانا قلت لازم اعمل لكم وصفه ان شاء الله مجربه تستفيدوا منها كلكم وجربوها. اول حاجه معايا النهارده في وصفتي، جيب معلقه من الكركم زي ما احنا شايفين كده، الكركم بتاع البشرة. طبعا انا عملت فيديو قبل كده وقلت لكم الفرق بين كركم البشرة وكركم الاكل، طبعا ممكن ترجعي للقناة وتشوفيه وبجيبه منين. كمان تاني حاجة معايا النهاردة كمان في الوصفة، معلقة من الدقيق الابيض بتاع المخبوزات بتاعتنا العادي، هقلبهم كده على بعض. وهجيب معايا زي ما احنا شايفين كده نص ليمونة نعصرها، طبعا لو انتي بشرتك حساسة ما بتقبليش الليمون عليها ممكن تستبدلي الليمون ده بمية ورد، حلو قوي طبعا في الوصفة دي برضو هزوده كمان. خلاص كده هبدأ اعصر ليمونة كويس قوي، هقلب مع بعض. وطبعا على فكرة لو عندك زيت ليمون وبتجيبيه من عند العطار حلوة قوي قوي كمان، ممكن تستبدليه. هضيف كمان معلقة من مية الورد على الخليط ده وهبدأ اقلب، اقلبها كويس قوي. الوصفة دي يا بنات حلوة قوي للتفتيح. اول حاجة بتستخدميها بتنضفي المنطقة كويس قوي، لو كان فيه طبعا شعر بتشيليه. بعد كده بتدهني عليها الوصفة دي وتسيبيها من ربع ساعة لتلت ساعة، وبعد كده بتنضفيها وبتغسليها، وبعد كده بترطبي المنطقة. الوصفة دي حلوة جدا جدا للتفتيح، ممكن تستخدميها للركب، ولو عندك برضو مشكلة في الكعان، اسمرار في الكعان، ممكن تستخدميها في المنطقة دي. كده خلاص الوصفة بتاعتي يا بنات تمام، بدأت تخلص خلاص، تجهز كده. انا عايزاها تبقى كده بالصوم كده، استخدميها من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع زي ما قلتلك، وكمان بتغسليها كويس وبعدين ترطبي المنطقة. مع الاستخدام ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجة حلوة قوي صدقيني. هي حلوة يا بنات، كل المكونات اللي فيها مفيدة وبتعمل على تفتيح البشرة. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، كمان تعملي شير للفيديو عشان يوصل لكل صحباتك، ولو كنت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة عشان يوصل لك كل فيديوهاتي. واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.